تنضم إلينا من واشنطن ميمي زياد، أحد أو إحدى منظمي الحراك الداعم لفلسطين في جامعة جورج واشنطن. أهلا بك ميمي. إذا بداية، لو تحدثينا عن الضغوط التي تواجهينها أنت خلال تنظيمك لهذا الحراك، أنت وزملائك أيضا. بالإنجليزي معلش صح؟ تفضلي. Okay, there's a few things. There's been a lot of pressure from the police presence. There's been بالعربي اوكي في ضغط كثير من إدارة الكلية، وفي ضغط كثير من الشرطة، وهم 24 ساعة قاعدين بيراقبوا الطلاب، بيفوتوا عن الطلاب، بس الكلية الإدارة تبعتها لهلأ لسه ما حكوا مع الطلاب وما شافوا الطلاب، وبيضلوا عم يستمروا إنه النيغوشيشنز مع الطلاب إسه لحد هلأ ما صارت، وكل الديماندز تبع الطلاب فيش أي حركة عليها من الكلية، والطلاب قاعدين صلهم 6 أيام وإحنا موجودين عشان مو بس إنه ندافع عن الطلاب، بس إنه يكون في وجود المجتمع يلي مع فلسطين ومع حركة فلسطين، ونجيب لهم الأكل أو أي حاجة يلي هم بيحتاجوها. طيب، أنت طبعاً في هذا الحراك شاهدنا أن هناك أيضاً طلبة يهود أيضا مناصرين لهذا الحراك، وهذا ربما يدحض فكرة أنه هذه المظاهرات معادية للسامية. ماذا يقولون يعني الطلاب من جنسيات، من أديان مختلفة، أعراق مختلفة، كلهم يشاركون في هذا الحراك؟ في المجتمع هلأ يلي موجود مش كلهم عرب مثل ما قلتي، في كل الجنسيات، وكلهم مو بس إنه مستمرين مع القضية الفلسطينية، بس واضح إنه هم القضية الفلسطينية عندهم بالأساس أهم إشي هلأ، عشان إحنا شايفين كيف الاحتلال الإسرائيلي مو بس إنه بيقتل الفلسطينية بفلسطين، بس إنه كمان ماسكين الحكومة الأمريكية والكليات في أمريكا، والطلاب شايفين كل هالإشي. و honestly منشوف كتير من الناس اللي بتطلع إنه القضية الفلسطينية عندهم مهمة عشان كلها عن حقوق الإنسانية صح، وهم كلهم قاعدين على تليفوناتهم على السوشيال ميديا بيشوفوا الصور اللي طالعة من فلسطين، وهذا الإشي غير من ما شفنا. برأيك حرب غزة هذه المرة استطاعت تغيير آراء بعض الطلبة؟ يعني كان منهم هناك ربما لا يعرف عن القضية الفلسطينية، أو البعض كان مؤيد لإسرائيل، اليوم بسبب ما جرى بات ينظر بعين الحقيقة، بات يرى بشكل واضح الصورة. Yes, yeah, absolutely, أكيد. لأنه في الشعب قاعدين على تليفوناتهم بيعملوا لايف ستريم لكل إشي بيصير، وإحنا شايفين إنه كل الاكتشافات والميديا أوتلتس بأمريكا كلهم متابعين مواضعين مع الاحتلال، فما حيكون في أي إشي بالويسترن ميديا عن فلسطين أو عن اللي بيصير في غزة. فعم الكل ملاحظ على السوشيال ميديا الشعب الفلسطيني كيف بيورجي البومينج والبومباردمنت والجثث يلي فوق بعضها، هدول الصور وهدول الفيديوهات أي شخص عنده قلب أكيد حيغير رأيه عن يلي كانت باللي فات، لو كان مؤيد لإسرائيل أو لا، يلي ما كانوا يعرفوا أي إشي، عشان هذا الحكي عن فلسطين بأمريكا كان من قبل غزة بس يصير بينات الفلسطينية والعرب، ما كان لهذا to this extent معروف عن شعب الأمريكي. طيب، أيضا ميمي دعينا نتحدث عن الجامعات الأخرى، عن الحراك. هل برأيك إنه هذا الحراك ينتشر في الجامعات الأخرى ويخرج ليس فقط من الجامعات إلى الشوارع؟ هل هناك أمل ربما إنه
كل يعني يخلق تغيير في الرأي العام، رأي العام للشارع الأمريكي؟ بتشوف هلا نحن في امريكا شايفين انه كل كليه، يعني معظم الكليات اللي هم هلا نازلين وعاملين هالخيوم ولغزه وواقفين مع غزه، كلهم عندهم الديماند تبعهم بيست اون اليونيفرسيتي تبعهم، صح؟ فقام كل كليه اللي عندها هالخيام والطلاب اللي نايمين في الخيام بيسالوا من الكليه تبعتهم في الديماند that are specific يلي بيكونوا for example يعني بهالكلية جورج واشنطن في كذا مدرسة في كذا كلية يلي يلي بتكون participating in this encampment. في عندنا جورج ميسون يونيفرسيتي وعندنا غاليودات يونيفرسيتي كلية غاليودات عندنا جورج واشنطن نعم. شكرا جزيلا لك ميمي زياد، احدى مناظمات الحراك الداعم لفلسطين في جامعة جورج واشنطن. شكرا لك.